نبتدي بقى مع حضراتكم حلقة النهاردة، وكالعادة بنبتديها دايما بأخبار النادي الأهلي وتحديدا الطفرات الإنشائية اللي اتكلمنا عنها قبل كده مرارا وتكرارا، لأن الحقيقة يعني الكل هناك شغال على قدم وساق عشان كل التطويرات والإنشاءات تخلص في الموعد اللي حدده مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اللي وضع استراتيجية طموحة جدا بيهدف من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية على كافة المستويات. وفي فرع نادي بالشيخ زايد شهدت الساعات الماضية تواصل أعمال التشييد والبناء المتعلقة بصب بدروم صالة الجمباز بالنادي، واللي إن شاء الله هتكون على أعلى مستوى من التجهيز بما يليق بقيمة ومكانة أعضاء النادي الأهلي. برضو من الأخبار إن إحنا اللي إحنا حابين جدا ننقلها برضو لحضراتكم، يعني أعمال التشييد والبناء تحديدا كمان في صالة الكاراتيه الجديدة بفرع الشيخ زايد، يعني الدنيا شغالة هناك، الإنجاز كل يوم بيبان في هذا المشروع الإنشائي الجديد اللي أكيد بيعد واحد من ضمن سلسلة المشروعات الإنشائية المتعددة اللي بيجري تنفيذها في مقر النادي بالجزيرة وفروعه كمان بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس. ده ضمن أكيد الخطة الاستراتيجية اللي وضعها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بهدف هنا يعني خدمة أعضاء النادي نادي القرن وتحقيق كافة تطلعاتهم.